يمكن انا بستغرب شويه فكره انه الناس بتستنى السنه الجديده على اساس انه لو السنه اللي عدت عليا دي كانت حاجه مش حلوه او ما حصليش فيها احداث حلوه فيحصل لي في السنه الجديده، رغم ان انا مش تمام بشوف الرابط هو الايام او السنه، ولكن ببقى مبسوطه بالظبط بحاله التفاؤل اللي بتبقى موجوده في الجو. حد شايف انه دي بدايه جديده فانا هبدا معاها من صح اول وجديد، الويش ليست اللي احنا بنعملها اللي هو يا ترى هحقق ايه السنه دي وان انا افضل كمان اسعى ورا حلمي. فاحنا بنسالكم النهارده يا ترى 2020 عملتوا فيها ايه وكانت بالنسبه لكم ايه، و2021 نفسكم ان انتوا تحققوا فيها ايه؟ وهبدا طبعا بفاروق. 2021 يا رب كده الواحد يعمل كل حاجة هو بيحبها، بس الحمد لله الواحد بيقول خرج من 2020 بأهم حاجة يمكن الواحد ربنا يعني كلمنا بيها كلنا، حتى في ظل الكورونا الستر والصحة وراحة الحمد لله. البال والرضا، طبعا دي أهم حاجة يمكن الواحد بيبقى بيفكر فيها طول الوقت. السنة الجديدة بقى نفسي في إيه؟ نفسي دايما احلم واتمنى كده، يعني وسع خيالك. أوسع خيالي، لا طبعا نفسي الواحد ربنا يكرمه أكتر في حياته يا رب العملية إن شاء الله، أنا وإنتي مع بعض يا رب إن شاء وكمان الله. نوران وكل طبعا فريق العمل اللي معانا. إحنا يمكن أنا مش عايز أقول أسماء، بس إحنا حقيقي يعني كل واحد من أكبر واحد لأصغر واحد، يمكن أنا يعني عشان ما أقولش حد يعني بجد الناس دي كلها بتشقى وبتتعب علشان خاطر نطلع هنا على الهواء معاكم، بنقدم لكم حلقات مختلفة وداتا دايما على طول يعني بشكل يومي. فاحنا الحمد لله يمكن على مدار السنه اللي فاتت احنا حاولنا ان احنا نكون يعني عند حسن ظنكم ونقدم لكم شيء مختلف دايما زي كل سنه هنا في انبوكس. انا نفسي نكبر اكتر ودايما الاسره بتاعتنا بتاعت انبوكس تكتر اكتر واكتر، ودي حياتي العمليه يعني ان شاء الله وبس. وبعد كده بقى يعني ربنا وبعدين هشوف بس هاخد تليفون واجي لك للشخصيه. الو، معانا اجلال. الو الو يا اجلال، ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين، كل سنه. عامله ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. احكي لنا كده، يعني هل نبدأ ب2020 ولا ب21؟ نفسك فيها ايه؟ 2020 اكيد كانت كارثة يعني. طيب بس يعني الحمد لله على كل حال. اكيد بالظبط، الحمد لله عدينا منها وفلتنا أكيد منيها أكيد. كده زي ما بيقولوا. الحمد لله. 2021 نفسك في ايه؟ نفسك تحققي ايه؟ اهم حاجة ان الكورونا ربنا يزاحها عننا، يعني دي لو راحت اكيد كلنا هنبقى كويسين ان شاء الله، يا يعني رب. خاصة ان احنا حسينا بقيمة اليوم العادي اللي صح احنا كنا بنعترض عليه يعني، فده لو رجع لنا تاني احنا نبقى مبسوطين جدا. صح، ده حقيقي. يمكن ناس كتير فعلا ادركت الموضوع ده، انه نعمة من التفاصيل ربنا البسيطة والله. ان انا انزل اروح شغلي، ان انا اشرب فنجان جدا قهوة وانا مش اقابل قلقانة، صحابي اشوف واحدة صاحبتي احضنها بالظبط مثلا كده يعني، وتفاصيل السفر كمان ان احنا صح مثلا نبقى في بلد واهلنا في بلد تانية، فدي كانت كارثة يعني. يمكن اتعودنا على حاجات في حياتنا وافتكرنا ان هي دايما معانا، صح كده برضو يا جلال؟ ايوه بالظبط كده، ما خدناش يعني بالنا ما غير زي ما لما قلت جت لك احنا الكورونا بقى ايه كده عملت ربكه شويه. بالظبط كده، حسستنا فعلا ان احنا كنا في نعمه مش مقدرينها يعني. صح. طب انت بقى يعني نفسك في ايه؟ امنيتك الشخصيه تحققي ايه؟ يعني ربنا يكرمني بقى في اسرتي و... و... واولادي الصغيرين بس، والستر من عند ربنا يعني. يا رب. الحمد طب لله. اجلال، ليكي طقوس معينه في الاحتفال براس السنه؟ البيت وهوم لون. صح، انا قلت كده، انا بالنسبه لي راس السنه هوم لون. البيت وهوم لون والسندوتشات بقى والاكل واللب وهوت والسوداني في وهوت طقوس كده. ايوه والهوت شوكليت وخلاص. البيجامات الجديده بس. بالظبط كده.